أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. أتمنى يا رب الناس كلها تكون بخير إن شاء الله. النهاردة مع بعض بنبدأ نتكلم عن شابتر 3، وهيتكلم فيه بالتفصيل بقى عن أول لير عندنا وهي الفيزيكال لير. عايزين نبقى عارفين الفيزيكال لير هي اللير المسؤولة عن إخراج الداتا بشكل يتناسب مع نوع الوسط، يعني هي المسؤولة عن إخراج البيتس او الباينري بيتس بالنسبة لنا اللي هي الوحيد والاصفار، ولكن الوحيد والاصفار دي المفروض تخرج على شكل، الشكل ده يتناسب مع نوع الايه، مع نوع الوسط اللي هي المفروض تمشي فيه. فهنا هيبدأ يكلمنا عن الداتا والسيجنال، ايه الفرق ما بين داتا وما بين سيجنال. بعد كده هيبدأ يتكلم عن السيجنال بقى بالتفصيل، فيبدأ يقول ان انا عندي حاجة اسمها انالوج سيجنال وعندي حاجة اسمها ديجيتال سيجنال. من الانالوج سيجنال هيتكلم عن النوع البريودك بتاعها. بعد كده هيبدأ يتكلم عن الترانسميشن امبيرمنت، عيوب الترانسميشن، عيوب الاوساط اللي هنتكلم عنها، او ايه الشوائب او ايه المشاكل اللي بتحصل يعني. بعد كده هيبدأ يتكلم عن الداتا ريت ليميتس، تمام، والتوبكس ده اتشال بس يعني هنحاول نوضح بس يعني ايه داتا ريت. واخيرا هيتكلم عن البرفورمانس. فاول حاجه بيقول ان انا عامل لك فيجر، تمام، الفيجر ده موجود تحت هنا، تمام. الفيجر ده بيتكلم بقى عن يعني هتلاقي هنا هو بيقول لك ان في ساينتست، تمام، الساينتست ده موجود في شركه خاصه بالريسيرش، تمام، السكاي ريسيرش، يعني ان هو محتاج يوردر ابوك، تمام، للريسيرش بتاعه يتعلق بالبحث بتاعه، تمام، من على اونلاين بوكسلر، من حد بيبيع الكتب اونلاين يعني، تمام. فهنا بيقول هنا سكاي ريسيرش دي الشركة، تمام، ده العالم بتاعنا او ده الساينتست بتاعنا اللي هو كان عاوز يجيب كتاب يعني. فده السويتش اللي موجود، تمام، او ده الاكس اللي موجود او المودم اللي موجود. المودم ده كونكتد بقى على راوتر اهو، يعني ان الكونكشن اللي موجودة هنا دي، فهو واصل براوتر، الراوتر ده واصل براوتر تاني، تمام، يعني وليكن ان ده السنترال اللي موجود جنب البيت بتاعك، وبعد كده ده متصل بالسنترال الرئيسي او السنترال المركزي اللي موجود في المنطقة. بعد كده هيبدأ ان هو يكونكت بقى على الانترنت، تمام، فهيدخل في الشبكة بتاعت الانترنت عامة، وبعد كده هيبدأ يدور لحد ما يوصل للمكان اللي موجود عنده الايه، الموجود عنده الكتاب اللي هو بيسيرش عنه. فيبدأ يمشي، يطلع من نتورك، يدخل لنتورك، يدخل لنتورك، لحد ما يوصل للديستنيشن اللي هو كان عاوز يوصل له. في كل المرات دي، كل مرة الداتا بتمر بمراحل. اول حاجة الابليكيشن، واتكلمنا الترانسبورت بعد ما اتقطعت، بيبدأ بقى من هنا. النتورك ده اللي هو بالنسبة لنا هو مين؟ هو الديستنيشن او الفاينل ديستنيشن. طيب امال الداتا لينك دي مين؟ الداتا لينك دي النكست ستيب فقط، مين الخطوة اللي جاية عشان اوصل للديستنيشن. فكل مرة ايه اللي بيحصل؟ الداتا خرجت من هنا، جت هنا، عدى على الثلاث مراحل دول. ليه؟ الفيزيكال هيريسيف، يعني الفيزيكال ده هو كده كده هيستقبل الداتا، هيتشيك هل الداتا دي بتاعته هو، بمعنى R1 و R2 الاتنين استقبلوا الداتا، يعني الاتنين عدت على الفيزيكال بتاعهم. تعال بس نتخيل مع بعض كده سواء ده حصل او لا. ولكن النكست ستيب، النكست ستيب او الماك ادرس اللي محطوط في النكست ستيب كان بتاع R2، فبالتالي R1 ما استقبلش الداتا. يعني R1 لما لقى ان الماك بالنسبة له مش مفهوم او الادرس بالنسبة له مش هو، فبالتالي عمل دروب للداتا، تمام، ما استقبلش. فمين اللي استقبل؟ R2. طيب ليه بيطلع للنتورك؟ علشان يتشك هل ده الديستنيشن ولا لا. فبيلاقي طبعا ان ده مش الديستنيشن، هو ده النكست ستيب بس، انت الخطوه اللي جايه، انت الكوبري اللي هركب عليه علشان اوصل لايه، للفاينل ديستنيشن. فهو بالنسبه له لما جه يبص على الاي بي، اهو الاي بي اللي موجود في لاير 3، خلينا بقى ايه نبدا نسميهم باساميهم عشان نتعود عليهم. الماك هو الماك، تمام، مظبوط. الاي بي لا، مش هو، مش ده الفاينل بالنسبه لي، فعشان كده نقل اللي بعدها.
برضو كل الناس اللي هنا، كل الناس اللي هنا استقبلت الفيزيكال. الوحيد اللي كان الماك بتاعه متوافق هو R4، فعلشان كده هو الوحيد اللي يستقبل. بس هل هو الديستنيشن؟ لا. وهكذا مع R5، بس مش انا الديستنيشن. وهكذا مع R7، انا مش الديستنيشن لحد ما اوصل لهنا. يقول لي ايه بقى؟ انا هستقبل، انا النكست ستيب، وفي نفس الوقت انا الفاينل ديستنيشن، فابدا ادخل على مرحله تجميع الداتا اللي انا كنت مقطعها، وبعد كده اطلع المسج الكامله اللي انا كنت بسيرش فيها او ايا كان اللي انا كنت بعمله عندها. تمام؟ يبقى ده باختصار ستيب باي ستيب كده ايه اللي بيحصل في النتورك. هيبدا بقى يكلمنا عن الانالوج والديجيتال داتا. طيب اول حاجه تبقى عارف ان انالوج يعني كونتينوس. يعني ايه كونتينوس؟ كونتينوس مش معناها ان هي متصله او مستمره فقط، لا. كونتينوس معناها ان هي بتاخد قيم عديده. يعني ايه؟ يعني هنا عند الزمن، عند اللحظه دي كان في قيمه، عند اللحظه دي ليها قيمه مختلفه، عند اللحظه دي ليها قيمه مختلفه، يبقى معنى كده عماله تتغير في القيمه بتاعتها. يعني ايه؟ يعني لو انا جبت لك داتا بالشكل ده كده، اهي داتا عشوائيه ايا كان ايه الشكل ده ولا اي حاجه اهو، دي كونتينوس. ليه كونتينوس؟ لان دي كل لحظه زمنيه ليها قيمه مختلفه، سواء كانت القيمه دي متوقعه او غير متوقعه. يعني مثلا هنا ده زياده، بعد كده نقصان، بعد كده زياده، بعد يعني ليها باترن معين ماشيه بيه او ملهاش اي شكل ولا اي معنى. دي داتا كونتينوس، فدي اذا دي داتا انالوج. دي كده داتا ايه؟ داتا انالوج. تمام؟ طيب عشان تكون ديجيتال، لا، عشان تكون ديجيتال لازم تكون داتا ليها تو فاليو فقط. يعني علشان اقول على الداتا دي ان هي ديجيتال بقى، لازم تبقى داتا عامله كده. خلي بالك هي كونتينوس برضو بالشكل ده اهو، يعني عند كل لحظه زمنيه ليها قيمه، ليها قيمه، ليها قيمه، ولكن القيم دي تتراوح بين قيمتين فقط، يعني واحد وزيرو، او زي ما بيقولوا هاي ولو. لو انا عندي الداتا بتاعتي ماشيه بالشكل ده 1 و0 هاي ولو، يبقى دي داتا ايه؟ داتا ديجيتال. تمام؟ يبقى احنا عندنا الانالوج ليها قيم كثيره على ايه؟ على الفتره الزمنيه اللي موجوده فيها، يعني عند كل لحظه زمنيه لها قيمه مختلفه. طيب امال الديجيتال؟ لا، الديجيتال لها قيمتين فقط بتتغير ما بينهم. يبقى عند كل لحظه زمنيه ملهاش قيم كثيرة، لها قيمة من اتنين، يا هاي يا لو، يا ون يا زيرو، يا اون يا اوف. تمام؟ جميل. ويعني علشان هما بالنسبة لهم الشكل ده يميزوه شوية عن الكونتينوس، بيقول ان هي ديسكريت. ايه؟ ديسكريت داتا. تمام؟ جميل. بيقول اهوت ان الانالوج داتا ريفير تو انفورميشن ذات از ايه؟ كونتينوس. ولكن الديجيتال داتا ريفير تو انفورميشن تو ايه؟ تو ديسكريت. ايه؟ ديسكريت ستيتس. فور اكزامبل ان انالوج كلوك. يعني ايه انالوج كلوك؟ يعني عقارب الساعه. تمام؟ عقارب الساعه العقرب عمال كل شويه يتغير 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 اهو، ذات هاز اور مينيت اند سكند. يبقى انا عندي عقارب الساعه، عقرب الثواني عمال يتغير يتغير. تمام؟ طيب لكن اهو بيقول لك ايه؟ جيف انفورميشن انا كونتينوس. ايه؟ كونتينوس فور. في تغيرات كتيره عماله ايه؟ عماله تحصل، يعني كل لحظه بيحصل تغير. لكن الساعه الديجيتال لا، الساعه الديجيتال في تغيرات كتير قوي بتحصل في الخلفيه، ولكن انا بس بدي لك ان كانت واربع دقائق بيبدا تحس ان مفيش اي تغيير، فجاه تلاقي بقت وخمسه. يبقى كأنه كل مرة هو مش بيديك تغيرات مستمرة مع الزمن، هو كل دقيقة بيزود ايه؟ بيزود واحد. يعني كده بيقولك ايه؟ انت مش هتلاحظ التغير غير من 8.5 ل 8 وايه؟ ل 8.6. يعني الخمسة زادت بقت ايه؟ بقت ستة. فدي كده ديسكريت، دي كده مش ايه؟ مش كونتينوس. جميل. الانالوج والديجيتال بيزود برضو، بيقول like the data they represent signal can be either analog or ايه
or digital and analog signal has infinitely many levels. تمام، ده بقى نفس الكلام بقى اللي احنا قلناه، ده شكل الانالوج، تمام، ده شكل الديجيتال، ويعني هنقول ان ده ديجيتال بس صريحه ده ديسكريت فقط. تمام، في يا جماعه عندي ثلاث ليفلات، عندي انالوج وعندي ديسكريت وعندي ديجيتال. تمام، الديجيتال عشان اقول على دي ديجيتال سيجنال لازم يكون ليها تو فاليو فقط، يعني واحد وصفر. فهنا احنا ممكن نعتبر ان ده مثلا دي باتنين فهتبقى دي بتلاتة فده بزيرو، ده مثلا سالب اتنين، فانا كده عندي اكتر من ليفل. تمام، فدي ما ينفعش يتقال عليها ديجيتال. الاشارة الديجيتال الديجيتال بيور اللي الناس عارفاها وبتعامل بيها لازم يكون ليها تو ليفل بس. تمام، زي مثلا ما احنا متعودين يعني يا واحد يا زيرو، دي الباينري. تمام، او اسمها الباينري ديجيتال خلاص، او اسمه ديجيت. تمام، فديجيت يعني ايه؟ يا وان يا زيرو. جميل، ولكن هو بيعتبر بصورة عامة كل ما هو ديسكريت بالنسبة له بيتعامل معاه كأنه ايه؟ كأنه ديجيتال، لان الديسكريت حقيقة يعني هو اول ستيب في ان انت تحول الاشارة من انالوج الى ايه؟ الى ديجيتال. تمام، فالمهم تبقى عارف ان شكل الديجيتال هو عبارة عن السيجنال اللي بالشكل ده كده. تمام، وبتاخد قيم ما بين هاي وايه؟ هاي ولو، فالمفروض يا هاي يا ايه؟ يا لو. بعد كده بيقول البريودك والنون بريودك. طيب يعني ايه بريودك ويعني ايه نون بريودك؟ عشان بس ما نكترش في الكلام اللي موجود هنا. بريودك يعني تتغير بنفس الشكل في نفس الفترة الزمنية. يعني ايه؟ يعني لما اجي اقول كده اهو، تعالى نكتبها هنا كده واقول ان دي بريودك. اشارة بريودك يعني مثلا اهو، تعالى ندي مثلا مثالين كده. تمام، تعالى نقول ان ده واحد اتنين تلاتة اربعة. اشارة بريودك يعني مثلا كانت حاجة عاملة بالشكل ده كده، تعالى بس ايه نتخيلها مع بعض كده. اهو، فهتلاقي ايه اللي حصل؟ الشكل اللي موجود هنا في الثانية من صفر الى واحد تقريبا اتكرر زي ما هو من واحد الى ايه؟ من واحد الى اتنين. طب ثانية واحدة، هل الشكل ده بالنسبة لك حاجة مألوفة انت شفتها قبل كده؟ لا. طب الشكل ده بيعبر عن حاجة؟ انا بقولك لا، يعني انا تخيلت دلوقتي وانا برسمه كده. المهم انه بيتكرر بنفس الشكل في نفس الفترة الزمنية، يعني في الثانية الاولى كان ليه شكل، في الثانية التانية بياخد نفس الشكل وهكذا. تمام، يبقى دي اشارة بيريودك، يبقى السيجنال دي يتقال عليها بيريودك. يعني مثلا تعالوا نتخيل مع بعض ان بقى ايه، انت متعود على ده اهو، لو ده اتكرر بنفس الشكل. يعني ايه بنفس الشكل؟ بص كده، تعالى تخيل معايا كده ان انا خدت ده ايه، خدت منها كوبي بالشكل ده كده. تمام اهو، وبحطها هنا كده اهو، يبقى كده ايه اللي بيحصل؟ نفس الشكل بيتكرر في نفس الفترة الزمنية، يبقى دي كده بيريودك. خلاص، طيب امال امتى تبقى نون بيريودك؟ حتى لو السيجنال كان شكلها حلو بالنسبة لك. ركز بس معايا كده اهو، علشان الناس ايه بيبقى عندها لبس في النقطه دي، بيتخيل ان الاشاره البريودك او الاشاره الدوريه هي الاشاره اللي شكلها حلو. لا 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 خالص. تمام، انا هجيب لك دلوقتي اشاره شكلها حلو خالص اهو، بس ما ينفعش اقول عليها بريودك. تعال نتخيل مع بعض كده ان ده كده بالشكل ده اهو، دي من الاشارات شكلها حلو ولا لا؟ بس المره اللي بعدها بقت كده اهو، دي ما ينفعش تقول عليها بريودك. يعني تعال كده نتخيل مع بعض كده ان هي بعد كده مثلا بقت عامله كده اهي، اشاره حلوه وجميله خالص اهي، بس دي مش بريودك. ليه مش بريودك؟ لان مفيش تكرار، الشكل ما بيتكررش. الشكل اللي موجود هنا مختلف عن اللي موجود هنا، مختلف عن اللي موجود هنا، فدي اشاره ديجيتال. او انا اقدر اقول ان دي ديجيتال. تمام، دي ديجيتال عاديه، بس دي ما ينفعش يتقال عليها بريودك. تمام، يبقى الشكل اللي موجود هنا ده ما ينفعش عليه. ليه ما ينفعش عليه بريودك؟ لان هو مش بيتكرر بنفس الايه، بنفس الشكل. تمام، يبقى ما فيش شكل معين للتكرار. يبقى دلوقتي
معنى كلمة بريودك إن السيجنال بتتكرر بباترن معين في فترة زمنية معينة. طب يعني إيه نون بريودك؟ إن السيجنال ما بتتكررش، يبقى أنا ماليش دعوة بالشكل، أنا ببصش على إيه؟ على الشكل، تمام؟ أنا ببص على التكرار، هل يوجد تكرار للشكل؟ يبقى دي دالة بريودك. لا يوجد تكرار للشكل، يبقى دي دالة نون بريودك. شكلها حلو شكلها وحش، دي مش بتاعتنا احنا، تمام؟ فعشان كده هيبدا يدي لك مثال على البريودك سيجنال اهوت، يقول لك الساين ويف، تمام، اللي انا رسمتها لك فوق دي كده بريودك سيجنال. بس السؤال هنا بقى، هل ينفع اجي هنا واقول ان دي بريودك؟ لا. ليه؟ هل ده اللي بيتكرر؟ هل الشكل اللي انا رسمته بيتكرر؟ لا. ده الشكل ده لما اخد معاه الشكل اللي تحت ده، الاتنين دول مع بعض هما اللي بيتكرروا. اهو ده كده ده بيتكرر، يبقى دي كده اسمها سيجنال. يبقى فين السيجنال بتاعتي دي؟ تمام، وبدأت تتكرر اهي، تتكرر هنا وتتكرر هنا، تمام. فيها مشكلة؟ جميل، نركز بقى مع بعض. الفترة الزمنية اهو، الفترة الزمنية اللي اتكررت فيها السيجنال دي، يبقى دي الفترة الزمنية الاولى، وده الزمن اهو، دي الفترة الزمنية التانية، وبعد كده دي الفترة الزمنية اهو التالتة اللي اتكرر فيها الشكل التالت، ده اسمه الزمن الدوري، تمام، او زمن الدورة الواحدة. يبقى الزمن اللازم لعمل دورة واحدة. طيب عندنا هيبقى اسمه ايه؟ البريودك تايم. هيبقى اسمه البريودك ايه؟ البريودك تايم. بريودك جاي من ايه؟ او بريود جاي من ايه؟ من دورة، تمام؟ يبقى معنى كده البريودك تايم اللي هو الزمن الايه؟ الزمن الدوري، اللي هو التي كابيتال. ما هو الزمن الدوري؟ هو الزمن اللازم لعمل دورة كاملة، تمام؟ فيها مشكلة؟ جميل. هيبقى عندنا هنا النقطة اللي هنا دي اسمها الماكس فاليو. النقطة هنا اسمها ايه؟ الماكس فاليو او البيك او الامبليتيود، تمام؟ دي كلها مصطلحات مرتبطة بالايه؟ بالسيجنال اللي موجود عندي هنا.